اليوم اللي راح تروح تشتري فيه خضرة وفواكه، اعرف انه انت بهذا اليوم راح تاخذ شريط كامل من حبوب وجع الراس. يعني لا تتخيل كمية التذبذبات الصوتية والترددات اللي راح تعلق عندك في الأذن الوسطى. يعني مش عارف المنافسة الوهمية اللي قاعدة عم بتصير داخل سوق الخضرة. بلش لك واحد في البندورة واحد في الخيار، اطلع لك البتنجان من بعيد. يعني هذا الموضوع صراحة ما بفيد نهائيا بالبيع، بفيد فقط في موضوع الإزعاج. ما هيك لازم ذوقنا ذوقنا بالله دوق دوق شوف حلو انت تهوش تعمل برنامج هسه دوق دوق مين بده دوق دير بالك دير بالك يتعصبوا ترى مع السكين هلا اموت سهر السالي ابن السلام تيجي بلارا فادوس ابن السلام فادوس سهر السالي ابن السلام فادوس فكش الليلة يا بندوره حمرا وجمده يا بندوره 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 لازم الصوت يعني. لازم الصوت عشان يعرفوا يعني بدك عربي طب ما هو جنبك يا عمي لازم مشان يسمع ومشان يسمع ما هي الفكره انه جنبك يعني لازم ما برضه يسمون من الطقس وهذا بكون صح لما ورجينا كيف بدك نادي على العرباي سل عرباي الشيال سل عرباي 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 بباي عرباي بباي عرباي اللي عايز عربيه يحن عليا جلال بندوره ولا جلال